بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا وسهلا بكم في حلقه ثانيه من برنامج من حلقات برنامج منبر رمضان. منبر رمضان تحت شعار جميعا من اجل اطلاق سراح اسرانا وحمايته من تهديد كورونا. هذو الاسرى المناضلين، هذو المعتقلين السياسيين، هذو الابطال اللي ضحاوا بحريتهم من اجل شيء واحد، وهو الكرامه والاستقلال للشعب الصحراوي على كامل ترابه، ومن اجل يعني تكريس سياده الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه على كامل ترابها الوطني. الاكيد على انه منبر رمضان هو بادره تقوم بها تنظمها رابطه حمايه السجناء الصحراويين بالسجون المغربيه. كل سنه في هذا الشهر الفضيل نغتنم هذه الفرصه من اجل فتح نقاشات، من اجل فتح حلقات التداول مواضيع تهم القضية الصحراوية بكافة يعني توجهاتها، سواء في الأرض المحتلة، مواضيع مخيمات العزة والكرامة، في الجاليات، في المعارك. إذا هذا كامل من أجل اختراق يعني طرح مجموعة من الأفكار، ومن أجل يعني خلق برنامج مستقبلي، استنباط يعني أفكار من هذه التجربة اللي خاضت فيها هذه المقاومة المدنية في الأرض المحتلة، وحتى المقاومة مولي الدبلوماسية ومقاومة جماهير شعبنا مخيمات العزة والكرامة. لأكيد على أنه هذه الحلقة الليلة هي حلقة فريدة، حلقة مميزة بطبيعة الحال. هذه الحلقة يميزها علنها عنوانها قوام تحدي والصمود، عنوانها المرأة الصحراوية اللي ساهمت بناء هذه الدولة، ساهمت بناء هذه الثورة، ساهمت بناء هذا الكيان اللي أعطى اسم معروف دوليا، هو اسم الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أكيد علينا ما نقدر نبدأ أي نقاش، أي لقاء، أي تجمع، أي شيء بدون ترحم على شهدائنا الأبرار ونشيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب، نشيد النار والحديد. إذا جميعا مع نشيد النار والحديد، نشيد المناضلين، نشيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب. يا مسلمنا جاي تقول لقاسي
إذا كان هذا نشيد نار والحديد، نشيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. مرحبا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا المنبر مرة ثانية في هذه الحلقة. المرأة الصحراوية 47 سنة من الكفاح، 47 سنة من العطاء. المرأة الصحراوية 47 سنة من مواكبة هذا المسار بكافة تجلياته، من مواكبة هذه المقاومة. 47 سنة من العطاء بلا كلل بلا ملل، 47 سنة من بناء الدولة الصحراوية. لأكيد لنا أمسية مميزة حقيقة الليلة اللي عنوانها المرأة الصحراوية، لنا كامل الشرف، لنا كامل الفخر يعني باستضافة مناضلات صحراويات، مناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، كافة أطيافهم وتلاوينهم أماكنهم ومواقع فعلهم ونضالهم. معانا المناضلة وواحدة من العارفات الأولات للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، واحدة من يعني مناضلات الجبهة ومؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، الأخت مباركة أبو مخروطة، قطعا عنها غنية عن التعريف، قطعا عنه التعريف بها بلا عظام. مرحبا وسهلا الأخت مباركة. معانا أيضا الأخت مينا باعلي، واحدة من مناضلات ومختطفة سياسية سابقة من داخل الأرض المحتلة، واحدة من اللي تمثل نساء صحراويات المناضلات من داخل الأرض المحتلة في مواجهة ومقارعة بشكل يومي مع سلطات الاحتلال المغربية. جانب ذلك أيضا مرأة صحراوية ثبتت وجودها في الخارج، ثبتت وجودها في صراع آخر، مواجهة أخرى مع سلطات الاحتلال ومع دبلوماسيتهم. معانا الأخت نجاة حمدي ممثلة جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب بألمانيا الاتحادية. مرحبا وسهلا بك نجاة، مرحبا بك الأخت مباركة، مرحبا بكم كاملات. قطعا عنها أمسية أيضا مميزة الليلة، مميزة جدا، واللي ميزها هو يعني إطلاق سراح لبو أم لبوات المقاومة المدنية السلمية من الأرض المحتلة. الأسيرة المدنية محفوظة بمبر الخير، واللي كان زين عندنا تحضر معنا في هذه الأمسية الليلة، قال نظرا ظروف الحصار اللي تعرفها يوم يعرف منزل عائلته، نظرا أيضا للتعب علنها لمدة يومين يعني ما رقدت ولا استراحت، إذا العديد من الظروف ما ساعدت علنها تحضر معنا. يغال أكيد علنها أبت إلا تشارك بتصريح ورسالة بسيطة لجماهير شعبنا من داخل الأرض المحتلة ومخيمات العزة والكرامة واللجوء، مداخلة بسيطة لهي نبدأ بها هذا اللقاء. الكلمة للأخت محفوظة بومبا الفقير. راني نحييهم ونشاكرهم ونقول لهم عنهم راهم ظهروا عنهم راهم لحمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هون نوجه رسالتي للاحتلال الغاشم، نقول له عن نظره ما هو ليه خسر علينا شيء، لا الاختطاف لا الاعتقال، يثني الشعب الصحراوي عن مواصلة نضاله ونيل حريته. ومن هون نقول له عن الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وشعارنا تضحية وصمود من أجل استكمال سيادة الشعب الصحراوي وكل الوطن أو الشهادة. إذا كانت هذه كلمات بسيطة وقصيرة للأخت المعتقلة السياسية السابقة المحفوظة بومبا الفقير. تضحية والصمود قطعا عنها هي عنوان المرأة الصحراوية، تضحية والصمود قطعا عنها هي نشيد المرأة الصحراوية، تضحية والصمود قطعا هي مبدأ المرأة الصحراوية عبر تواجداتها عبر هذا العالم. لهي نبدأ أمسيتنا الليلة، وبما انه الاخت محفوظه ختمتها بانه الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وادي ذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، هذا اكيد هذه مسلمه يعني اكيد للشعب الصحراوي. من هون له نطرح هذا السؤال خصوصا للاخت والمناضله مبارك ابراهيم بو مخروطه. الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب الاكيد لانها نشات في ظروف صعبه، نشات في ظروف يعني من الصعب لانه تكون اطار في ذاك الزمن يجمع هذا الشعب اللي كان مشتت يقاني، تقنيات التواصل قطعا عنها كانت صعبه، الشعب كان مشتت في مناطق الصحراء الغربي والتنقل كان صعب. طبيعه يعني الطبيعه اللي عرفها تاسيس الجبهه وتنظيم المؤتمر الاول بالبندقيه ننال الحريه، زين عند الاخت مباركه توضعي جماهير شعبنا
صورة تنظيم هذا هذه الجبهة، هذا الإطار اللي مشى بالشعب الصحراوي لين عادت جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية معترف بها في هذا العالم. تفضلي أخت مبارك. شكراً على إتاحة الفرصة، وشكراً على هذه المقابلة اللي حقيقة سامعني؟ لا تفضلي، صوت زين، صوت زين، سامعني يا صوت زين، حسنا. حق بعد صوت زين، تفضلي. السلام عليكم. صوت زين، لا تفضلي، سامعين. يا السلام عليكم، مساء الخير، رمضان كريم إن شاء الله. حقيقة هذا فرصة ذهبية كون أنها تتميز عن إطلاق سراح محفوظة، وتتميز عنها فترة ما بين 10 ماي و20 من تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والدبيان. حقيقة هذا النهار، حقيقة والله هذه الليلة تتميز كونها يعني في هذا الظرف أساساً، يعني الشعب الصحراوي يخلد ما بين 10 ماي و20 ماي، هذه ذكريات ثنتين التاريخية للشعب الصحراوي. إذن بدون إطالة، أهلا وسهلا بكم كاملين، وفرصة ذهبية اللي أتاحت لنا الفرصة عن نتكلم عن تاريخ الجبهة. تاريخ الجبهة حد يعني يعرف يعني مؤتمرها التأسيسي اللي ما يقد حد مولي يكون يجيب يعني ولو نبذة شوية عن ذاك السابق، المؤتمر التأسيسي اللي تقريبا ما بردت يعني ما قط يعني الصحراء بردت يعني نهائيا من النضال والبحث كيف أي مجتمع ثاني دور الحرية ودور الاستقلال، يعني سبقتها 70 وسبقتها 72، يعني فم يعني تواصل، لكن ختمه يعني حقيقة والله زبدته هو يعني تأسيس المؤتمر للجبهة الشعبية اللي سمات هذا الاسم، اللي كانت يعني في ظروف استثنائية واعرة، وأعرف جميع الميادين لا إعلاميا ولا ماديا ولا يعني قوتها البشرية. إذن فم المؤتمر التأسيسي كان يعني زبدة هذه النضالات اللي ذكرت، وحقيقة حد يعني شاف المؤتمر التأسيسي والله حضر له يعني ما يقدر يتخيل عنه يقدر يوصل يعني لذي المرحلة اللي احنا فيها اللي مازلنا لا ينجوها، لأنه يعني خلق من شيء ما هو موجود، يعني ما هو موجود في ذاك الوقت غير حتمية الوجود، قال يعني زعيم يعني الثورة الصحراوية اللي هو الشيء الولي المصطفى السيد، واللي ما يتخيل حد فيك الأوينة عنه يقدر يوصل هذه المرحلة اللي احنا فيها ذريك، ما هو بياسر من الإرادة وياسر من العزيمة اللي منطلقة من شيء ما هو خالق. إذن المؤتمر التأسيسي كان يعني واضح أنه أصدر عنه بيان، ومن خلال ذاك البيان وتوزعت يعني الناس على شرح والله نشر ذاك البيان، ومن خلالهم اللي مبارقت البرامج ليالتها لأهمها وأفيد فيها هو يعني اتصال بجماهيرنا في موقع كان يعني كان في المدن المحتلة أو في الدول المجاورة أو في الغربة اللي يبغى يعود يعني موجود فيها، والجانب الثاني اللي جانب الإعلامي للتعريف بالجبهة والجبهة شنهي وش مديور منها وأهدافها شنهي والتوجه شنو ديولوجيتها شنهي. حقيقة ذا كامل كان يعني متوفر يعني في ذيك الإرادة القوية اللي قادت هذه المجموعة ولها الفضل، لأنها مؤمنة بشيء يعني تحضر فيه ما تحضر فيه، يعني تتواصل يعني تكسر تتقطع تتعثر، يعني المهم بعد ماشي مؤمنة يعني هذا ماشي للأمام، وهذا هو أهم شيء، لأنه الإرادة هي تكسر يعني جميع المؤامرات وجميع يعني المناورات. وحقيقة منين نشوف حد ذيك الظروف قبال اللي حقيقة تتميز قلت عنها، يعني هذا هدفها كان أساسي قبالها هو الاتصال بالجماهير الشعبية أينما تواجدت، وحقيقة هذا فعلا لعب الدور في مدة ما هي طويلة في يعني في تعبيت وتأطير وتنظيم يعني جميع جماهيرنا أينما تواجدت، وهذا هو الربح الكبير والأساسي اللي حقيقة ميزت الثورة الصحراوية
عن جميع قد تعود يعني المنظمات أو حركات التحرير الثانية، لأنها أهم شيء قاسه هو يعني الجماهير الشعبية، لأن الجماهير الشعبية هي اللي ضامن، وهي الحجر الأساس يعني لاستمرار الثورة، وهي الضمان الأساسي لتغذيتها ولدعمها بشريا وماديا، ياك يعني ذيك الحركة والله ذيك الثورة تقدر تتواصل. وهذه حقيقة يعني كانت يعني فازت بها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، واللي أي حد نبص طويلة يعني أعلاه يلمس هذا، ما هو مبالغ فيه، يلمس حقيقة هذا يعني التطور اللي في مدة محدودة، لأنه لا من 73 يعني النضال ضد الاستعمار الإسباني، يعني 75 يعني وضاح بشكل يعني معلن يعني يعني الجماهير الشعبية يعني التوائها حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب. كان ثم يعني يميز في البلدات تختلف من تنظيم سري محكم تجبر العائلة، وحد العائلة في حد ذاته يعني كلها مؤطر في خلية أو ينتمى يعني الخلية، يعني زر العائلة الثانية ما هو عالم به، وهذا يعني محط يعني السرية ومحط يعني الحفاظ على ذاك السري وذاك التنظيم السري اللي تم يعني معلوم يعني محافظ عليه إلى مجيء البعثة الأممية التقصت الحقائق للصحراء الغربية. وحقيقة فم رغم يعني من جميع المحاولات اللي حاولت وجميع تعدال الأحزاب وتعدال يعني حركات والتضليل وكذا، يا قاري الصحة لا تصيح، الصحة لا حق حقيقة حد يعني عنده الجماهير الشعبية، وهي اللي حامته وهي اللي دعمته وهي اللي حامته وهي اللي مدافع عنه. إن شاء الله نعود، ما طولت عليكم، وهذا من خلاله يجي يعني دور المرأة الصحراوية آنذاك اللي لعبت دور أساسي في يعني تنظيم الخلايا، في التوجيه، في التحريض، في الدعم المادي للمقاتلين جيش التحرير الشعبي بجميع الوسائل اللي قاد يعدل بها حد يعني دعمها. يعني لعبت المرأة الصحراوية حقيقة دورها فم إلين يعني خلقت المرحلة الثانية اللي نتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل، وبطول وطالة ومرحبا بكم سهل. مشكورة راني في أختي استماع مزلت قطعا عنها مداخلة قيمة لسبب واحد، هو عنها مداخلة تاريخية، مداخلة جسد فترة من أهم فترات ليسجل تاريخ في ذاكرة الصحراوية، ذاكرة الشعب الصحراوي، هي فترة السبعينات نهاية الستينات إلى بداية إلى المؤتمر الأول إلى تأسيس ذا الكيان اللي قطعا عنه ذا الإطار اللي عايش في ظله الشعب الصحراوي بكرامة، بكرامة ليس فقط في الأرض المحتلة وإنما في كافة بقاع العالم. هذا الشعب عاد عنده إطار وعنده كيان يمثله ويعطيه صفة، عاد قاعد لا شعب عاد قد ينقال شعب علنه عنده صفة وعنده مكانة. ذيك هي في موازاة مع هذا العمل النضالي لتنظيم المؤتمر الأول اندلاع هاي الثورة تأسيس الجبهة الشعبية تحت الساقية الحمراء والذهب بداية الانطلاق إلى غير ذلك. قطعا عنه المرأة الصحراوية ساهمت جانب ذاك من تعطيه، ساهمت مؤلف بناء المخيمات وتنظيمها في بدايتها، إلى أنه الجانب الآخر من داخل الأرض المحتلة المرأة الصحراوية كان عندها هم اللي باع ثاني، كان عندها استراتيجية ثانية، كان عندها دور ثاني مهم، دور فيه ريادي ودور فيه تضحية. مؤلف من هون له زين عندي الأخت مينا باعلي تعطينا الصورة عن دور المرأة في تلك الفترة، سواء دورها الريادي وسواء حتى مدى التضحيه اللي قدمتها المراه الصحراويه من داخل الارض المحتله. ومن هون راني نحيي ونرفع تحيه اجلال واكبار كافه شهيدات الثوره الصحراويه، من الشهيده الناعجه الى مريم بنت الحسان ذيك المراه اللي لحقت قضيه الصحراوي الاقصى بقاع العالم، الى الشهيده الونات وغيرها من شهيدات القضيه الصحراويه. تفضلي الاخت مينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المجد والخلود لشهداء ثورة 20 مايو الخالدة. وفي هذه المناسبة ونحن اليوم في 15 من مايو، يعني في منتصف طريق ما بين 10 و20 مايو، ما بين التأسيس واندلاع الكفاح المسلح، نهنوا نفوسنا ونهنوا رائدة كفاحنا الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب،
ونعتز أيما اعتزاز ونفتخر بانتمائنا لهذه الجبهة اللي قدت تلم لحمة هذا الشعب كامل من الشتات، اللي تخليه أمة، تخليه شعب، تخليه دولة بين الدول، ونرفع لها القبعة ونقول عنا منين نقول حقيقة عن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، هي ممثلتنا الشرعي والوحيد. نقولها مالنا حشامة، نقولها مفتخرات، ونقولها مفتخرين، ونقولها وإحنا بالفم الملان الصحق حق. تحية من الجبهة الشعبية إلى كل مواطنيها ومناضلينها ومناضلاتها، وعلى رأسهم بطبيعة الحال أسودنا الأشاوس، أبطالنا، نياشينا، هم الجيش التحرير الشعبي المرابط على طول جدار الذل والعار، حامين حمى الوطن، وبطبيعة الحال أياديهم على الزناد. سابق ما ندخل في أي شيء، وبعد شكري وفخري لانتمائي للجبهة الشعبية، لابد ما نطرق المسألة وهي شكر دولة الجزائر قيادة وشعبا. شكر الجزائر، جزائر الفخر، جزائر الاعتزاز، جزائر النخوة، جزائر الكرامة، جزائر الحرية، اللي عدلت مع شعبنا منذ الانطلاق إلى اليوم. وإحنا نشوف ذا الدعم اللامشروط واللامنتهي لهذه الدولة ولهذا الكيان. وإحنا من هون نقول للجزائر أننا ممتنين، معترفين لك بالجميل، إلا ما اعترفنا إحنا ناكرين للجميل، وهذا ما هو من شيمنا. وبالتالي شكرا للجزائر شعبا وقيادة وأرضا، ونقول ما نفوك بالشكر ولا نفوك يا غير قطعا عنا، معترفين لك بذلك الجميل. وتحية لكل الجزائريين، تحية خاصة نهنو نفوسنا ونهنو كل المناضلات، وخاصة الميدانيات في العيون المحتلة، بالإفراج عن رفيقتنا وصديقتنا المحفوظة بمبا الفقير. اليوم هو إطلاق سراحها، ولو أنها محاصرة، لكن هي هذا الحصار وصلت صوتها باعتقالها، هي معتقلة وصلت صوتها، وبالإفراج عنها هي موصلة صوتها كنموذج للنساء وكنموذج للمقاومات في الأرض المحتلة. شكر خاص لرابطة حماية السجناء، شكر خاص لأن رابطة حماية السجناء استطاعت أنها تكسر حصارين، لعاد العالم عليه حصار جائحة كورونا، إحنا في المناطق المحتلة علينا حصار الاحتلال. وبالتالي قدت رابطة حماية السجناء أنها تكسر هذه الحصارين عنا، وتجمع شتاتنا ما بين المخيمات وما بين الجالية وما بين كل الصحراويين في كل بلد. ونشكرها على هذا المنبر بطبيعة الحال، ومشكورين كاملين في البداية للشرف، كامل الشرف عني اليوم نتواجد بين هذه الأخوات، ونخص بالذكر الأخت والرفيقة المناضلة مباركة أبو مخروطة، اللي حقيقة دائما نسمع أخبار التأسيس لا من الرجال، راني ماني مقلم ذاك معتزة بذاك، يا غير أول مرة له نسمع أخبار تأسيس الجبهة الشعبية على لسان مناضلة من مناضلات اللي حضروا، واللي حضروا في هذا التأسيس وكرسوا له ياسر مادي ومعنوي، قد يذكر التاريخ ولا هي يذكر إن شاء الله، لأنها اسمها محفور من ذهب في تاريخ الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية. والله إلا للشرف، إيش كما للشرف أن تعود معانا، نعود مع ممثلة من ممثلة الدبلوماسية الصحراوية وممثلة الجبهة الشعبية في أوروبا. في البداية مقاومة المرأة الصحراوية، طرقت الأخت مباركة ما قبل الاجتياح، وذاك اللي تعطي فيه هي وأعطت فيه لأنها حاضرة ومن ضمن الأخوات اللي كانوا فاعلات، كانت فاعلة. وبطبيعة الحال هي جات عن المقاومة، ما هي من 75 ولا من 73، كانت سابق ذاك اندحر الاستعمار الإسباني إلى الاجتياح. من الاجتياح تقريبا لهنا قبضانا، هذا الدور الريادي اللي لعبت المرأة الصحراوية، وهو كان للعلم أنها كانت أول وقفة قدام فندق البارادور 1975 للنساء صحراويات مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين. أول منين اجتاح المغرب الصحراء الغربية، كانت مجموعة من النساء مرقوا بكل شجاعة يطالبوا، فعلا خلق فيهم البط وخلقت فيهم الاعتقالات وخلق فيهم، يعني تسجل هذه أنها من بداية الاجتياح ما قعدت المرأة ولا هنات ولا ارتاحت إلى حد اليوم، إلى إطلاق سراح محفوظ اليوم، هو دليل على أن مقاومة هذه المرأة مستمرة. فهذه الوقفة اللي أعلنوها العلايات ووقفوا قدام البارادور،
اللي الكثير يجهل عنها ياسر، لأنها ما كانوا يتصوروا شنو مفهوم الوقفة ذاك الوقت، والله شنو منظورها، والله شتم يعني عدلوا هذو النساء. ياك تعرف عن النساء كانوا واعيات بالدور المنوط بهم وبالدور المسؤولية اللي مزروقة على عاتقهم، كانوا واعيات بها من النهار الأول، من يوم التأسيس، واللي هي الأخت واحدة من المؤسسات، إلى الاجتياح مواجهة الاحتلال. قلت قبيل أخ حسن في مداخلتك تقنيات التواصل اللي هي درك متاحة وسهلة وبسيطة ويقد يتواصل بها أحد، غير منين تطرح السؤال ما هي تقنية التواصل في ذاك الوقت؟ نقول عن تقنية التواصل كانت المرأة، تقنية التواصل كانت المرأة هي اللي كانت تعدل تحمل الرسائل من دولة لدولة، شات بها من هون الثمار المحتلة ومن العيون المحتلة، شعور الواذيب وشعور الزويرات وشعور البليدات، تجيبهم كذلك هون بين الخلايا بين المقاتلين وبين، كانت عندها دور محوري في تقنية التواصل، وهذا ينحسب للمرأة شجاعتها ولدورها كيف قلت. هذا من جهة، الجهة الثانية أنها من الاجتياح المغرب جاب سياسة، سياسة الأرض المحروقة باش نختصر، سياسته اللي جابيها معنى إبادة وتسميم الآبار وحرق والمقابر الجماعية، جاب سياسة الأرض المحروقة، أحرقوا ذيك التراب بما فيها، ياك تبقى خالية ويبقى لها ثرواتها. ده هو اللي كان المراد من، كان قال للمغرب عنه جولة أسبوع كيف يقول الحسن الثاني، وعنه ليت يقبض الصحراء الغربية، يغار عرف عنها ما هي جولة أسبوع ولا سنوات. هون هاي المرأة تعرضت، كيف تعرض الرجل تماما للاختفاء والاختطاف وللتعذيب وللتهجير والمقابر الجماعية، ونتذكر في شهادة من شهادات أحد الأخوات حاضرة مقبرة المسيد، منين توصف هذه المأساة وتوصف لك هذه المعاناة تعرف على العدو، عدو حق حق، وجاب نية العداوة، يعني في 75 منين يعودوا ينقبضوا الرجالة كاملة وتحفر لهم حفرة ويرتدموا فيها حيين ويعودوا العلايات ينعزلوا لها في فريق، ومنين تعود مارقة المرأة شوف يفتشها بوليسي مغربي يفتش جسدها، ومنين تعود داخل الفريق جايبة حزمة الحطب تشتت حزمة الحطب وتفتش هيك المرأة. هذا إسرائيل ما جات عليه في أدبياتها ما فتشت العلايات، ما بالك هذا تعرضت له المرأة الصحراوية، ومع ذا كامل تمت مواصلة. وهي الشهادة ما نقدر ننساها، لأنها منين تردها عليك ذي المرأة يعني في 75 وهي شاهدة، قالت لك اللحم نقبضوه من هذوك الأسلاك الشائكة، الحمى الصحراوية. هذا العدو اللي جاب ذي السياسة واللي حاول عنه يختطف قدر المستطاع ويعتقل قدر المستطاع ويخوف ويرهب هذا الشعب، كانت المرأة لها دورها بيد، كانت تخيط الرايات في هذيك الفترة واختطفت على سبتهم، كانت تجيب الأشرطة مسجلة للتحريض وتعبئة الشعب الصحراوي واعتقلت واختطفت عليها. أعطاوا 16 سنة من حياتهم، وأعطاوا حياتهم قاع في السجون كحالة النعجة اللي ذكرت، وحالة من سيدي علي البتول سيدي علي، وحالة الشهيدة خناثة عياد اللي يشهدها التاريخ وتنكتب حتى هي يكتب اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ المقاومة وفي تاريخ الشعب الصحراوي اللي قد تحفت فيها تحت التعذيب. هذا النموذج من النساء، زيد على الاختطافات مجهولات المصير إلى حد الساعة، هم نساء مساوين مع الرجال، يعني ما كان فرق بين، لما قلنا عنها مناصفة 50% اللي كانت تقع للرجال تقع على العلايات، وما كان فرق حتى في التعذيب. مرينا نقبض شهادة المناضلة والأخت سالكة البخاري اللي وضعت منتها تحت التعذيب، يعني شيء يندال الجبين هذا صراحة. ومع ذلك كامل مرقوذ العلايات بعد 16 سنة من الاختفاء القسري، ومن بعد 16 سنة من التعذيب، ومرقوا لحد الساعة مازالوا في الميدان. هذه الفترة اللي تميزت بالسرية من 75 تقريبا إلى بداية التسعينات، اللي كانت فيها دائما يغرام يختطفوا وحدات ويستشهدوا وحدات، يغر خالقات وحدات قائمة بالفعل، خالقات وحدات لا قائمة بذاك الدور، الرايات يتم لا يخيطوا، لا يتم لا يعلقوا، لا يتم لا تعبئة، لا يتم لا خالق، التحريض لا يتم لا خالق، التكوين الخيال لا يتم لا خالق. بداية التسعينات اللي كانت الثورة العارمة اللي قاموا بها الشعب الصحراوي ولا الجمهور الصحراوي في العيون المحتلة في ساحة الشيرة، ولكن كانوا رائدات فيها نساء، ونذكر من بينهم على سبيل المثال للحصر الأخت زهرة أبو صولة وفدة حغلة منهم وعبيدة ورفيقاتي ميمونة ومجموعة من الرفيقات اللي حملوا العلم الوطني وخبطوا به الخيان
في 92، وهي الفتره كانت مازالت حكمت وقبضه الحسن الثاني وادريس البصري وصالح الزمالك في العيون، يا غير قدوا العلايات اللي يواجهوا. هذه في بدايه التسعينات عرفت شيء ثاني، وهو بعد ناجيات من مخابئ سريه اللي ارتأوا عنهم يكونوا والله يطالبوا بحقوقهم المدنيه والسياسيه من الاحتلال المغربي، بوعيهم الكامل عن هذه دوله الاحتلال فرص عليها، احنا كاقليم محتل عنها توفر قدر من الحاجيات وقدر من الحقوق الوطنيه المدنيه والسياسيه لهذا المواطن. انا نرفض انك انت تمثلني، نرفض عنك دولتي، ونعتار ونقول لك عنك احتلال، يا غير فرصه عليك عنك تحضر والله توجد لي والله تعطيني مكانتي اللي انا استحقها كانسان. من هون ظهر مفهوم حقوق الانسان. من هون وجه تحيه لرفيقتي واختي والله ورفيقتي من التحيدار والغاليه جيمي، لانهم كانوا في الطلائع اللي بدات بهاي الحقوق وبدات توعي بها المناضلات والمناضلين هون. ليه نمشوا في هذه الفتره قبال، هي فترة اللي انقبضت فيها الشهيدة كلثوم الونات وعرضت في محكمة عسكرية، والمحكمة العسكرية حكمت عليها بعشرين سنة مع مجموعة من المناضلين. يعني هون المرأة ما قد مرقت عن هذا الخط ولا قد زاحت عن خطها النضالي والله عن خط المقاومة. عشرين سنة في 95 في محكمة عسكرية، اختفاء قصري الحق له 16 سنة، استشهاد، اختفاء إلى حد اليوم ما نعرفين مجموعة من المناضلات والعلايات والأمهات ما نعرفين مصيرهم شنو. هذا نتيجة لاش لمقاومة المرأة الصحراوية ومقارعتها للعدو، لأنها رفضت الاحتلال ومازالت ترفضه بالتعبير قلت عنه إلى اليوم ما إطلاق، وفراج عن محفوظة اللي قضت تشهر حكما جائرة إلا هو نوع من هذا، من هذه المقاومة اللي تبغي باغية المرأة تقول منها أنها هي والرجل متحملات مسؤولية حقا وواجبا عليها، ما هي مش جملته ولو مش مفروض عليها، من واجبها هي الوطن أنها هي والرجل كيف كيف، إذا ما تحملت أكثر تتحمل بعد مناصفة مع أخيها الرجل. هون اللي نوقف لك في هذه الفترة من التسعينات ونخلو المرحلة الثانية إن شاء الله. أكيد الأخت مينا قطعا عنها كانت هاي المداخلة مفصلة في دور المرأة الصحراوية في الأرض المحتلة. أكيد مولي علنه بالنسبة للاحتلال المغربي ليس هناك فرق بين المرأة والرجل والطفل والشيخ، قدر ما هو معادلة ككل تعني للاحتلال المغربي على أن هناك عنصر صحراوي، هذا هو المبدأ، بما فيها يعني أحيانا تشمل حتى قطعان الإبل والأغنام، يعني إبادة الاستهداف لكل ما هو إشارة الهوية الصحراوية. هون تحولت الحرب مولي ثقافية من أجل تغيير يعني هذه الهوية الصحراوية، محاولة لإدماج إذابة الشعب الصحراوي داخل المجتمع المغربي. حتى هذه الحرب ما تمت في الأرض المحتلة شملت حتى جماعة شعبنا في مخيمة العز والكرامة، وشملت أيضا خصوصا شبابنا في المهجر، خصوصا الجيل الثاني والجيل الثالث اللي اصطلح عليه، اللي فرضت عليه ظروف على انه يمشي يقرا ويتغرب في بلدان ككوبا وامريكا اللاتينيه واوروبا وغيرها، يقارنهم ذو الشباب خصوصا منهم النساء، ثبتوا عبر التاريخ جدارت هذه الاستراتيجيه، وثبتوا على انهم القناعه ابدا ما قدرت تغير في عطائهم وفي ولائهم وقناعتهم ايمانهم قناعه بقضيتهم رغم هذه السنوات الغربة. فآخر المطاف هذو النساء الصحراويات رجعوا للمخيمات العز والكرامة، رجعوا للواجب النضالي، منهم في مخيمات العز والكرامة ومنهم أيضا في الجانب الدبلوماسي اللي ما شاء الله قطعا عن لا يغيب عن أحد هذه الحركية اللي تقوم بها المرأة الصحراوية ومواجهة الاحتلال المغربي ودبلوماسيته في كافة المحافل الدولية. هذا الجانب من غربة هذو الشابات وهذو المناضلات الصحراويات، ومن بعد ذلك عودتهم بنفس المبادئ بنفس القيم ودخولهم في معركة ثانية هي المعركة الدبلوماسية، وانتشارهم عبر يعني العديد من دول العالم. زين عندنا الأخت والدبلوماسية نجاة حندي عنها توضعنا في صورة عن هذا الدور اللي لعبته المرأة في جانب الدبلوماسي. مرحبا بك. السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم وسهلا كاملين، رمضانكم مبارك، الله يقبل منه منكم.
أولا نبغي نعبر عن شكري الجزيل لمنظمي هذه الحلقة، ونشكر من جهة ثانية يعني رابطة حماية سجناء الصحراويين اللي تحتنا الفرصة لهذا النوع من التواصل، والتواصل بين الأجيال، والتواصل أيضا مع مناضلين ومناضلاتنا في الجزء الآخر من الجدار في المناطق المحتلة. بارك لهم في هذه الفكرة اللي رائعة جدا اللي تجمع الصحراويين في كل مكان. ونبغي ما نفوت الفرصة على أني نحيي كل المناضلين والمناضلات في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مناسبة هذه الذكرتين اللي احنا الآن تواجد بينهم، ذكرة 10 ماي و20 ماي. إذا تحية لكل المناضلين اللي ثبتوا بنضالهم عن كفاح الشعب الصحراوي، قضية الشعب الصحراوي ما هي قضية أسبوع ولا أسبوعين ولا جيل ولا جيلين، وإنما هي قضية شعب وقضية عادلة وقضية مناضلين ومناضلات الواعين بواجبهم وقاعدين دون عرضهم. وأخيرا يعني سابق لنا نبدأ في الجواب على السؤال، لابد من أن نهنوا كاملين، نهنوا أرواحنا ونهنوا رفيقتنا المناضلة اللي تنفست هواء الحرية هؤلاء الأيام، اللي هي المناضلة محفوظة بومبو الفقير. إذا هنيئا المحفوظة وهنيئا كاملين بمناسبة طلاق سراحها. وذاك نبغي نقول عني شاعرة هاي الليلة باسم الاعتزاز، لأني يعني أولا لأنكم تحتوا لي الفرصة ياك نشارك في هذا المنبر وفي هذا الاجتماع، يا غير ملي لأني تحت لي الفرصة إلى جانب مناضلتين صحراويتين اللي قارعوا لعدو في مختلف الأماكن وفي مختلف الأوقات، وهي المناضلة من اللحظة الأولى مباركة ومخروطة اللي نكلها كل الاعتزاز والمحبة، والمناضلة من اللي أول مرة يعني نشوفها مباشرة سمعت عنها وقريت عنها. إذا فرصة سعيدة، وماني عارفة كيفاش يعني أعطاني مولانا هاي الفرصة أن نقعد معها والمناضلات من الطراز الكبير. إذا السؤال عن جيل اللي جاء للثورة وربى في الثورة، يعني والمكان اللي وصل لها، هذا السؤال أيضا والله هي معاناة أيضا لابد من أن نتكلم عنها، ما تقدر تفوت. نحن لما جينا مطرودين مهيونين حاقرنا لعدو للأسف في السنوات الأولى السنوات الصعبة، جينا المخيمات اللاجئين العزة والكرامة ولا كان خالق شيء، هاي المخيمات ما كان فيه شيء يسوى شنو، ولا كانت خالقة مدارس، ما كان خالق ما هو الإرادة القوية اللي كانت خالقة ذيك الساعة واللي مازالت خالقة ذاك، ولا كان خالق ما هو الثقة المطلقة في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وهذا هو اللي جعل العائلات في ذاك الزمن تسلم أولادها وامناتها يشاشر صغار للتنظيم وللجبهة الشعبية، ما هي عارفة منين قايسين، ولا هي عارفة إيش له يخلق لهم، ولا هي مسولة عنهم، يا غير عارفة مثل واحدة وهما عنهم فيد أمينة لا هي تتهلى فيهم، وكان كذلك يعني كان هو كان الحال. هذا بالنسبة للناس اللي ساكنة في المخيمات كاملة تعرفوا لأنها كاملة، لا اللي مشوا واللي مشى يشيروا. بالنسبة للمناضلين ومناضلاتنا في المناطق المحتلة لا يعودوا سامعين عنه ياسر، يا قناة نبغي نوضح لهم نوعا ما هذا الموضوع.
نحن لين جينا لمخيمات العزة والكرامة وسنوات ياسر عقب ذاك، العائلات الصحراوية مشات تركتها، ومشات تركتها يعني بشكل عام، الطافيلات والمعايل ما كان يعدل فيه فرق نهائيا، كان القسم يمشي بشكل عام، لا يمشي القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما في فرق بين عنها تعود طفلة ولا طفل. نحن كنا في فترة فاصلين في عن الناس كاملة تقرأ، وانتم ما تعرفوا مجتمعنا وتعرفوا صعوبة عنها، العائلة تضحي وتعطي يشيلها، ما هي عارفة منين قايس، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على قوة المرأة الصحراوية. المرأة الصحراوية قوية جدا، ما هو إلا من قد عنها هي بنات وحفرت وجهرت وسهرت وحملت السلاح وجات رافد أولادها لميال على لميال، قايسة صحراء حمادة ما تعرفها، وإنما أيضا قوية عاطفية. المرأة الصحراوية أعطت تركتها فلذات أكبادها، يجي الكاميون ويعيط للتركة وتركب وهي ما هي عارفة منين قايسة التركة. الأطفال الصحراويين والبنات الصحراويات قاسوا ليبيا، قاسوا الجزائر، قاسوا كوبا. بهاي المناسبة يعني نعبر عن امتناني وشكري لهذه الدول اللي فتحت لنا الأبواب، وراتنا ورات تركتنا، قاسوا هاي الدول وفوتوا فيها سنوات سنوات ما جاو. يا غير في نفس الوقت كانوا مراعين وكانوا محميين، وكان التنظيم لاس معاهم مشرفين، وكانوا يعاملوا معاملة واحدة، وكانوا يقراو ويراجع لهم. بالنتيجة منها طلعت أجيال الحمد لله يمكن أن نفتخر بها، طلعت أجيال قارية، أجيال ملتزمة بقضيتها الوطنية، لأنه الالتزام بالنسبة لي أهم من القراية. وهذا ربما يجاوب على سؤالك، ليش هاي الأجيال اللي قرات ومشات وتحت الفرص في بلدان ثانية ترجع طواعية لأوكارها، لبلد نضالها، لأهلها في مخيمات العزة والكرامة، وتواصل في حمل المشعل. نحن دارك عاد لنا 47 سنة نحن في هذا المسار، هاي 47 سنة دارك الأطفال اللي جاوا ذيك الساعة أطفال صغيرين، عاد جزء منهم كبير في المرحلة الثالثة، عادوا جدود خلوا التركة، والتركة الحمد لله خلت التركة، وتواصل تواصل تواصل دي الطريقة. مهم ولهم الله مثلا الطلبة اللي قاسوا الخارج، وراني من نقول الطلبة اللي قاسوا الخارج راهم قاسوها الطلبة كاملة، اللي كامل كان في سنة مدرس بدون استثناء. وهون تقدم مباركة تأكد لي وتضيف لأنها حاضر في ذي المرحلة كاملة، أنا ما نظن عن خالق حد ذيك الساعة كان يقول أنا يشيلي ما يمشي، ما هو شي قد سمعته، كانت التركة كاملة تمشي، وتمشي شور الجهة اللي موجهها لها التنظيم. غير مولي التنظيم ما خيب الأمل للأمهات، لأن التركة رجعت قارية ورجعت حالتها يعني حالتها جيدة، ورجعت مازال تعرف لغتها ومازال تعرف عاداتها، واللي بعد منهم استطاع أنه يعني يسترجع هذا بسرعة، هذا هو اللي يرجع إلى أنه إحنا من مجتمع متسامح، مجتمع رحم، مجتمع يتيح الفرص للناس ويحاول عنها ما تخسر. إذن قلت عنه كانت الناس كاملة تمشي، الأطفال اللي كانوا اللي بقاو في المخيمات كانوا راجعوا في بليدة كاملين. يعني هذا مسائل بسيطة، غير مسائل تنعت تضامن في العائلات الصحراوية، تنعت عنه كان مشروع ومازال مشروع وطني مدروس، جميع الأطفال موزعين حسب الجيران ويراجعوا كاملين كل ليلة عند عائلة، وذيك العائلة اللي راجعوا عندها ذيك الأم اللي ربما تقول ما تعرف تقرأ، يا قال له تحرص على أن الأطفال له يعدلوا التمارين اللي معطيالهم كاملين على حد سواء. الأطفال كانت متاح لها نفس الفرص، وكان التشجيع يخلق
إلا بناء على النتائج المدرسية. التلميذ ولا التلميذ المجتهد هو اللي يقيس الجولة، التلميذ ولا التلميذ المجتهدة هي اللي تحصل على جائزة، التلاميذ المجتهدين ربما يحصلوا على إمكان يعني يرجعوا في الصيف إلى عاد تركمة يراجع شهور المخيم إلى آخره إلى آخره. إذا هذا كامل ساعد طبعا على بناء جيل اللي ذاك الحمد لله هذا الجيل قبال والجيل اللي بعده والأجيال اللي عقب ذاك هم اللي ذاك يسيروا مؤسسات الدولة الصحراوية، سياني ما يتعلق بالعمل الخارجي بالعمل الداخلي، وربما يعني المساواة في التعليم بين الذكر والأنثى. وهذا كان بالنسبة للجبهة من الأشياء اللي عدلت، مازالت جريحة، مازالت الناس كيف انها جاية، والعائلات الصحراوية التقليدية اللي أصلا مناتها ما تخليهم يحركوا، وفهمت الناس عن التعليم ضروري للبنت وضروري للولد وأنه هو جزء من النضال. نحن شعب قليل وفاصلين في كل حد، والفكرة اللي كانت موجودة هو عن كل صحراويات تعود في المستوى أنه يعوض ذيك القلة البشرية بالكفاءات والقدرات، وهذا هو اللي خلى البنين والبنات يمشوا كاملين يقرأوا في بلاد، وهو اللي نتيجته ذلك أن عندنا المرأة الصحراوية موجودة في كل جوانب النضال وفي كل المؤسسات الصحراوية، يعني في مؤسسة العلاقات الخارجية ولا في وزارة الخارجية. ربما ما عندنا ذاك العدد اللي أنا نتمنى عن نعود وصلنا له، يقال على الأقل عندنا عدد لباس به من النساء الصحراويات اللي ممثلات اللي يشتغلوا بوزارة الخارجية اللي في سفارات الدول الصحراوية إلى آخره. وهذا الجانب اللي ربما من أقل الجوانب اللي نشوفه فيه قبال مشاركة المرأة الصحراوية. إلى جانب الجانب التعليمي اللي مهم جدا نشوفه على المرأة الصحراوية فيه في المخيمات، في مخيمات العزة والكرامة، يعني بنسبة كبيرة جدا بجانب الصحة في الإدارة في البرلمان. إذا هذا هو اللي خلى المرأة الصحراوية القوية بطبيعتها المناضلة الملتزمة بمبادئها، نعطات لها مادة ولا نعطات لها قيمة إضافية عن طريق العلم اللي فتحت لها المجال بفضل طبعا مبادئ وسياسة الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. هذا خلانا نقفز ونقطع خطوة كبيرة في وقت صغير. قطعا عني لو كنا عدنا هذا التطور ربما نوصلوا له عادي في المجتمعات كاملة، يغلي نوصلوا له عقب ياسر من الزمن، ما هو عنا نعودوا بعد 47 سنة نحسبوا على عدد كبير من النساء الصحراويات في كل الميادين العمل اللي موجودين فيها. عنا الحمد لله أعداد هائلة من الخريجات في كل الجوانب في كل يعني الميادين كيف الخريجين. وهذا يعني التعليم 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 هو أهم شيء، وأنا بالنسبة لي هو أهم وسيلة للتحرر الشخصي للإنسان، التحرير المرأة والضمان المساواة العادلة بين الجنسين، لأن نحن فاصلين في الرجل وفاصلين في المرأة. أتمنى أني نعود جاوبتك على السؤال مشكورة. ولعلي ما جاوب رانا طبعا عنه الحديث بقي قطعا عنه نقاش الأمزة الخالق الأخت نجاة، وشاكرينك على هذه المداخلة اللي كانت عنوانها هو أساسي هو ولاء للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. قطعا عنك ركزت قبال على دور الشابة الصحراوية اللي غابت سنوات من أجل تحصيل العلم ورجعت بقدرات وكفاءات كبيرة حتى، وللأسف عنه سمعة المرأة الصحراوية الاحتلال المغربي ما فاتي أعلنه يعطي عليها صفة شينة، وخير دليل هذه الآونة الأخيرة قطعا عنها العديد من الصحف المغربية كل مرة تمرق واحدة من هاي الصحف الصفراء تمرق مقالات توصف المرأة الصحراوية سواء في الأرض المحتلة أو سواء محاولة لتداول ثقافة الشعب الصحراوي، توصف المرأة الصحراوية عنها المرأة دو اللي ما عندها إنتاج، المرأة اللي أغلبها أغلب اللي أغلب عليها السلبيات من إيجابيات. هذا كامل محاولة المساس بالهوية الصحراوية ومكانة المرأة الصحراوية للأسف. قطعا عنه فكرة صمود المرأة الصحراوية تمثلت خصوصا مخيمات العز والكرامة في أنه أصعب شيء في الحياة الأم تسلب فلذ كبدها
للتنظيم السياسي للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وادي دهب بكل ثقه وبكل روح. اكثر من ذلك تصبر عن غياب فلذ كبير السنوات الى 15 سنه الى 20 سنه تستمر في العطاء دون كلل او ملل. هذا يدل على المستوى اللي لحقته الجبهه الشعبيه كاطار كتنظيم فروح الصحراويين. هون راجعين للاخت والمناضله مباركه ابراهيم بمخروطه، هذا الولاء، هذا الفكر، هاي القناعه اللي شربت للصحراويين عنهم هم والجبهه، ما تلاقوا يشوفوها كاطار، عاد يشوفوها كفكر، كنفس، كاكسجين يتنفسوا. بدون الجبهه الشعبيه ما يقدروا يتنفسوا، ما يقدروا يمشوا، ما يقدروا يعدلوا شيء. المرأة الصحراوية قطعنا من نبحث في تاريخ هاي الثورة في السبعينات، كان 90% إلى 95% من الرجال كانوا في الحرب، حرب تحرير الوطنية، لكن على المخيمات من يتحدثوا عن المخيمات ومؤسساتها بنسبة كبيرة بناتها المرأة الصحراوية. أعطينا زين عندنا توصفين هذه الصورة اللي مشات فيها اللي لحقنا حاليا عقب 47 سنة المرأة الصحراوية مقتحمة كافة الإدارات والمؤسسات سواء في تنظيم الجبهة وسواء في مؤسسات الدولة الصحراوية. شكرا لإتاحة الفرصة مرة ثانية، ونهنيكم على هذا البرنامج حقيقة، البرنامج اللي من خلاله تبقى يعني نبذة عن تاريخ الشعب الصحراوي أينما تواجد، وهذا هو المهم، لأنه من خلالكم أنتم حقيقة تبرهنوا وتنشروا وتكتبوا عن المجتمع الصحراوي، لأنه المجتمع الصحراوي كامل داخل في إطار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذئب، وهي ممثله الشرعي والوحيد اللي يمثله، ولا هو وليد الصدفة حقيقة يعني، لأنه هذا روحي، هذا يعني شيء في روح حرقاج انتماءه انطلاقا من اللي هو مؤمن به يعني وعارف عنه، يعني في النتيجة النهائية هو عنه يعود دولة مستقلة على أرضها تتمتع بخيراتها، وهذا يعني هدف يعني قايسين الصحراويين كاملين. هذه المرحلة الثانية اللي تكلمنا عنها عقب يعني الاجتياح العدو المغربي، هو حقيقة ظروف حقيقة قاسية، ولا قالت يعني النجاة منها شيء، ولا قالت يعني مونة منها شيء، لأنه حقيقة منين تم نعبروا عنه قدوم أنا وفاول الليلة ولا الصبح، لأنها معاناة يعني 47 عام من العطاء ومن الشهداء ومن الدموع ومن المعاناة ومن حقيقة فقد يعني الغاليين اللي مات لقد حد يعود، من يعود حد يعني خط ذا كامل قدامه ومزال يعطي فيه إلى حد الآن، لا له يزيد يعني إيمان وتمسك بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذئب، لأنها اللي هي التي تمثله وهي اللي جامعة الشمل وهي المعدلة وحدة الوطنية وهي اللي الإطار الوحيد اللي قدي على كل حال يعني يمثل الشعب الصحراوي. هذه المرحلة حقيقة اللي عقب الاجتياح ما نريد نقول لكم شيء يعني انتم ماكم عايشينه منها ظروف نحن ذيك الساعة وظروف يعني مقاتليننا وقوتهم وقدرتهم على الاستيعاب من مثلتين، كونهم يعني مقاتلين محدودة قوتهم ومحدود عددهم وقارعوا العدو من كل بليده، وجاهم يعني حقيقة نحمل ثاني ثقيل كون يعني المواطن الصحراوي كان ينسحبوا والله أغلبيتهم انسحب على كرعيه، واللي جبر وته واللي جبر يعني وسيلة جمل واللي جبر قاعد المشعل كرعه وفضل عنه يمشي بعد يعني بدون يعني هذا يعيش تحت الاحتلال المغربي، لأنه معروف عن ما ثم رحمة ولا ثم شفقة ولا ثم يكون حد دورين في الشعب الصحراوي ككل. هذه المعاناة حقيقة يعني صعب الكلام عنها لأنها مؤلمة مؤلمة، كون يعني الناس ما هي يعني عارفة من ينقاس اللي تجبر قدامها شنو وشنو الظروف اللي هي متوجهة، ومشرقة بعد عارفة عن قبل وتل ما فيه رحمة، وشرقت بعد على الأقل بعد ذا اللي مذكور فيه يعني مجموعة من المقاتلين ومن النضال إلى آخره. المهم ذاك الظرف اللي كل حد يعرفه، جاءوا حقيقة لأرض الجزائر وفتحت ذراعيها حقيقة الوقت اللي مفصول فيه، والجزائر ما قد حد قاعد يوقف يوفي شكرها بها اللي 47 سنة يعني تحت يعني والله فوق شبر من أرضها حاميته، رغم من ظروف القاسية اللي جاءوا فيها الانطلاقات وظروف يعني المعاناة اللي جاءوا فيها
وحنا ما نقدروا عنه نقارنه كنساء ولا بعدنا شخصيا مع ذاك اللي عانى من النساء تحت ناب بالم وتحت القصف وتحت يعني الجرحى وتحت الاستشهاد اللي حقيقة أنا مثلت ناطقة نتكلم ماني كيف ذيك اللي عانى حقيقة من ذيك النساء وذاك المجتمع كامل ككل من ذيك الظروف اللي يعني اللي يعني اللي اللي أعطاها المغرب والله اللي أعطاها من عزتها هو يعني القصف من مدرقة إلى تفاريتي. يكفي هذا من الإشارة للعود المغربي ويكفي ذا من يعني حقيقة المعاناة اللي عانات أهل الصحراء في موقع كانت سياني في المدن المحتلة أو في اللجو واللي ما ختمها ما هو يعني الحزام اللي مقسم يعني مجتمعنا. هذه الظروف حقيقة ظروف قاسية والمرأة جات فيها كيف جاء فيها الرجل كيف جات فيها أجيال يعني جات الأرض يعني ما قاحلة أرض ما فيها شيء. وحقيقة ذاك الظروف اللي ذيك هي الاستثنائية ما يجد حد يكون هذا يعني يشوفها من خلال يعني الظروف اللي المؤاتية ذاك الوقت من أمراض الأطفال من عدم يعني تغذية من ظروف بناء من ظروف يعني مكان قد حد يقعد فيه إلى آخره إلى آخره. وهذه حاجة عنها ما خالف حد يعني معانها ولا خالف حد ما عرفها. وهذه بعد يعني مخيمات اللاجئين الصحراويين قطع عنهم ما كانت تزول يعني مرأة صحراوية ما قال لك ذيك المعاناة والتملات تقول فيها اللي يميز هذا كامل واللي حقيقة هو السر نجاح يعني القضية الصحراوية والجبهة الشعبية كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي هو الإرادة. هي الإرادة اللي فرضت عن ذا كامل يتكسر قدامها وفرضت عنها ما عندها اختيار ولا عندها محيدة عن ذاك اللي يتعدل هي لنفسها برادتها ومعدلته بيديها ومعدلته معاناته ومعدلته بأقصى أقصى يعني أغلى حد قد يعود خالق هو يعني الشهداء تعطيهم يعني شباب يعني في قمة شبابهم يعني يقدموا وجههم يعني للنيران للاستشهاد ومسابقين فيه كونهم حاسين عن مدافع عن قضية عادلة وعنهم يعني أرضهم مخزية وعنهم بدون وطن هم ما هم موجودين إذا يفضلوا الاستشهاد عن يعودوا يعني بلا وطن. هذا رقم ذا كامل الإرادة حقيقة انكبت المخيمة وجات الناس من كل بلاد طوايح هذا لا هي نتكلم عن مستوى يعني المستوى الثقافي أنا ذاك والله التكوين أنا ذاك والله القدرات يعني التجريبية في ذاك الوقت اللي ذاك هو يعني حقيقة من يقول حد عنه ابنه والله خمن عنه يبني يعني هذه المؤسسات وهذه الدوائر وهذه البلديات وهذه التنظيمات الجماهيرية وهذا الجيش المنظم القادر عنه يخبط إلى أقادير والدار البيضاء والرباط يعني حقيقة يتخايل ياسر عنه فهم إرادة قوية روحية بإيمانه بقضيته وبإيمانه عن الجبهة الشعبية تحت الساق الحمراء هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي هي اللي خلات عنا نتوحدوا وجمعتنا كاملين فيعني تحت يعني ظلها وعدت يعني برامجنا كاملين بدون استثناء وبدون فذ وبدون يعني تمييز وخلاتنا قالنا الشعب الصحراوي ما لنا قبائل ولا لنا عشائر ولا لنا يعني مجهولين ولا يقد حد يميزنا يكون عنه شعب صحراوي ومنين يقص حد الشعب الصحراوي راه اللي من خلاله لا يظهر في ذاك كامل اللي لعبت المرأة في الصحراوية دورها سياني في مجال معين سياني في المدن المحتلة ولا الجاليات ولا في أوروبا ولا في أي بلدة ثانية متواجدة فيها الصحراوية والصحراوي قطع أنه فم منين تقول يعني صحراوي أوخذ الطريق مفتوحة لأنه مومن عن فم شعب منظم ومسيس وبدولته قائمة وباعترافاته الدولية وهذا من يتميز بأنه مؤسس الاتحاد الأفريقي وفم إرادة فم إرادة وعزيمة قد تكسر ذا كامل اللي قدامها
كيف تكلمت يعني منى عن النساء في المدن المحتلة، وكيف تكلمت نجاة عن المرأة في الغربة واللي عانت منها وهي من ضمنهم، وهذا كاملات من ضمنها وياسر، وكل مرأة صحراوية فين من تواجد هي يعني عاشت هذه المعاناة. المهم عندها كامل في عنها مو من عنها اللي يمثلها الجبهة الشعبية تحت الساق الحمر، ولا خل حد يمثل قاع غيره، لأن هي اللي ضامتها وهي اللي حاميتها وهي اللي بناتها وهي اللي قراتها وهي اللي كونتها وهي اللي موظفتها وهي اللي معدلة يعني مؤسسات يعني الدقدق الحديد والدقدق الحجار. إذا ما خالق اختيار ثاني قاعد يعود خالق برا عن ذا، لأنه ما هو خالق، لأن أعطينا فيه ما فيه كفاية، أعطينا فيه الغالي والنفيس وما تتركه، وعناء النساء وعناء في ظروف ما فيها شيء. يا وذا كامل عافات وما تمومنات عنه، ما خالق يعني حد يقد يحل محل واحدة ثانية يكون هي السعودية حتى هي في الميدان، وكل من خلال يعني دورها كل حد يغلب يعني البليدة اللي يالتو يعود فيها. إذن هذا ماني مانتو، لأنه ما نقد منه، لأنه خالق اللي يعطي رواحه وعطى معاناته وعطى يعني أقل شيء حد عنده يقد يعطيه هو روحه. إذن كيفتها نضالاتنا في أي مكان، شنو اللي يعني أكثر معاناة من المدن المحتلة، وشنو اللي يعاني من فم الراجل الصحراوي والمرأة الصحراوي والطفل الصحراوي، والتمييز اللي يعيشه والثقافة اللي يعني هامهم يعني ينفوها ما تتعد خالقة. يقال هذا كامل يعني من تعود المرأة الصحراوية والشعب الصحراوي عارف عنه مستهدف، وليتم لا مستهدف، ما هو لعقب يعني استقلاله وابن فوق أرضه وتمتع بخيراته، فم تبقى الحماية وتبقى الدفاع عن الأرض الصحراوية وعن استكمال سيادته وعن التمتع بخيراته. هذا هو الاختيار، هذا هو يعني التصور، وهذا هو الطموح اللي نطمحوا له كاملين، سواء كانوا من نساء منا أو رجال، ومؤمنات كل إيمان عن ما خالف حد قد زعزع يعني قناعاتنا عن الجبهة الشعبية اللي تمثل الشعب الصحراوي، وعن لين تم نعطي لآخر رمق كيف هاي الناس المزال تعطي، ولا الحرب ما هنا لا وقفت عن يعني عن الاستشهاد، العكس الاستشهاد في جميع الميادين في الدبلوماسي وفي السياسي وفي الاجتماعي، ولا التضحيه تم وفي المدن المحتله والتضحيه تم الشعب الصحراوي لا يعطيها الى ان يحقق كل الاهداف اللي جاي من اجلها. نشكركم كاملين، ونتمنى لكم ان شاء الله العمد يعني بلغت الرساله اللي يعطي نبلغ، ونتمنى لك النجاح ولهذه القناه حقيقه والله بعض الفضاء اللي من خلاله قدينا يعني نعبروا عن مشاعرنا وعن يعني طموحنا وعن ايماننا بقضيتنا. ونتمنى في النهايه الكل معتقلين السياسيين وعلى رسوم معتقلين قدام يزيد اطلاق سراحهم فصراغتهم ممكن، وياتنا الناشئ كل العالم كل المنظمات الدوليه والحقوقيه عنها يالتها كيف انطلصوا مغاربه، يالت انطلصوا حقيقه المعتقلين الصحراويين في هذه الظروف الاستثنائيه اللي فيها كورونا، تطوي في حباس المغرب وتطوي في اولادها وتطوي في كل مكان منها. نتمنى لهم ان شاء الله عن المنظمات الدوليه كامله والانسانيه عنا يعني تعدل يعني اقوى جهد لاستكمال اطلاق سراح الصحراويين ومعتقلينهم السياسيين. ونتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله نعود بلغت يعني هذا اللي انتم يعني طالبين مني، ورانا مؤمنين بذا كامل وماشيين فيه الى نحقق هدفنا هو الاستقلال الوطني واستكمال السيادة الصحراوية حقيقة. شاكرينك الأخت مبارك. قطعا عنه مزال عندنا زين، عندنا نسمعوا منك كلمة أخيرة، مزلت لها نرجع لك بإذن الله في كلمة ختامية هون. المداخلة كان عنوانها كانت قيمة حقيقة، عنوانها كان الإيمان بالقضية والتضحية المرأة الصحراوية، وخصوصا اللي زين عندي انا هو على انه النضال والعطاء اوجه متعدده، دي مساله يعود يعرفها الجميع، وعلى انه ما هو ضروري تعود لمراه عريفه، لكن قالها مناضله والله المراه اللي ما عندها شيء لا قابه تركه وتربيهم وكافل البيت في غياب المقاتل، ذاك نضال. المراه اللي تعلم تركتها لهجتهم وثقافتهم وهويتهم، ذاك نضال. المراه اللي تسمح
اعلنها يمشوا في هذا الكبد هالسنوات يغيبوا ياك يتعلموا ذاك قمه التضحيه والنضال قطعا عنه عطاء المراه الصحراويه ما عنده حدود فيما يتعلق بمصير والعطاء من اجل الحريه والاستقلال هون لا نرجعوا الارض المحتله واللي هي جانب ثاني صحيح. عقب 47 سنه الاخت مينا 47 سنه من العطاء 47 سنه من النضال قطعا عنها في السنوات الاخيره خصوصا عقب اندلاع انتفاضه الاستقلال في 2005 مرورا الى ملحمه قديميزيك المراه الصحراويه مرقت من العمل نوعا ما السري الى العلن قادت الرجل كانت هي في الامام حقيقه قادت الرجل في الوقفات في العطاء في مواكبه المعتقلين في حضور المحاكمات وفي مواجهه العدو ولا خير دليل هذه الفيديوهات اللي يقوم بتصويرها مجموعه من المناضلين الاعلاميين الصحراويين اللي فضحت هذه الانتهاكات اللي تمارسها سلطات الاحتلال. المراه الصحراويه ارض محتله ومقاومه ودعمها للمعتقلين وانتفاضه الاستقلال عقب 47 سنه. تفضل اخت مينا. للاسف عقب شكرا اللي هي سابق لها نجاوب عن سؤالك اللي هي مداخله مباركه ابو مخروطه خلات حياه والله حركت شعور الانتماء الحقيقي وحركة ياسر وردتنا فعلا 47 سنة على ما نقدر نجعل معاناتها وقال تستمر التضحية فعلا تستمر التضحية نطلب مولانا الثبات على العهد على عهد الشهداء عنا تعاهدنا معاهم الله يثبتنا على عهدهم هذا هو الطلب اللي نطلبوه وتستمر التضحية فعلا هي مباركة هي 47 سنة من الدم 47 سنة من المعاناة 47 سنة من الألام 47 سنة من البناء ما هي سهلة وله شيء قد يعبر عنه ويقول واحدين لا 47 سنة ما فشنا حل 47 سنة هي حلول كاملة 47 سنة من المؤسسات 47 سنة من البناء في الإنسان الصحراوي 47 سنة دولتنا قائمة بين الدول 47 سنة احنا نشوفوها مكاسب بنيناها بدمنا بنيناها بدموعنا بنيناها بآلامنا بنيناها بالاغتصاب بنيناها بالمقابر الجماعية بنينا 47 سنة كانت ما لنا متجملينها فعلا ولنا يا غير نردوها ونردوها بكل فخر وتحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب فخرا واعتزازا ما هو شيء ثاني نقولها وشيء ثاني غير وشيء غيرها كاذب على راسه يكذب واهم لكن اللي يقول عنه اللي يجي عليه شيء ما جات عليه الجبهة الشعبية عبرت عنه النجاة ثقة المواطن الصحراوي الكاملة والتامة في الجبهة الشعبية وثقتنا احنا جيل ما أسسنا ولا حضرنا في التأسيس ولا حضرنا حتى في البدايات جيل وعينا ببداية التسعينات آمنا بالقضية آمنا بأدبيات الجبهة الشعبية آمنا بمبادئ الجبهة الشعبية لأنها فعلا كانت تلائم كل صحراوي ما يرضى الذل ولا يرضى الاستعمار ولا يرضى الهوان جبهة الشعبية منين تأسست ما هو من أجل عنها تقلع المغرب تأسست عنها تقلع إسبانيا وتقلع المغرب وتقلع أي قوة استعمارية تحاول عنها تستغل الصحراويين ولا تستغل أرضهم هذه هي الجبهة الشعبية وهذه هي أدبياتها وهذا هو على شو أسست وبالتالي إحنا نقوله ومنين نقولها ونقولها مفتخرين عنا 47 سنة كانت كفاح وكفاح حق كفاح خلاتنا أمة بالرجوع وهذا اللي نطول فيه نطول فيه بيا باطل الإحساس قلت لكم بالفخر اللي نطول في ذا الكلام يغن نختار نرجع للسؤال أخ حسننا هي ما بعد انتفاضة الاستقلال بالمناسبة احنا لهين يوم 21 في الشهر 5 ماي اللي نخلدوا الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضة الاستقلال وهي انتفاضة الاستقلال وإعلناها انتفاضة حتى الاستقلال فعلا هذه الانتفاضة اللي مرقت ما نقول عفوية غير نقول تلقائية المواطن الصحراوي تلقائية كل صحراوي وصحراوية ما نقول الشارع حاملين أعلامهم الوطنية يهتفوا بحياة الجبهة الشعبية عنهم يدوروا الاستقلال فاجأة المغرب لأنها يعني بعد سنوات من الحصار والقفيل علينا وعدم دخول المراقبين ولا صحافة ولا شيء تفاجأ المغرب والله ما كان حاجله عن الصحراويين كل صحراوي صحراوي ونسطر تحتها كل صحراوي هو يحمل كيف تحمل مباركة وتحمل النجاة ونحمل وانا حد عنا قدينا نعلنوا عنها وعندنا جرأتها باش نقولوها واحدين ثانيين لا يجي وقتهم ولا يقولوها ولا يعلنوها كل الصحراويين راني ما نستثني الصحراوي عنه ما هو مواطن للجمهورية كيف علمتها الجبهة الشعبية عن كل الصحراوي هو مواطن ما كان هو مواطن للجمهورية راهي حق كل الصحراويين
هم مواطنون لهذه الجمهورية وللجبهة الشعبية. هون انتفاضة الاستقلال مرقت الناس كاملة، تعلن استفاضة حتى الاستقلال، تكثر تتقلها مازال الرفض قائم وليس تملا قائم. 5 سنوات من 2005 إلى 2010 خلق فيها قدر من الاعتقالات والاختطافات والمداهمات والاغتصابات، وكانت المرأة بدورها يقال حسنة قائدة الرجل في هذه المعركة، يغير ما كانت قائدته بمفهوم القيادة قدر ما كانت هي في الصفوف الأمامية لأي فعل لتشترك هي والرجل. كانت المرأة معاه محاذيته كتفها على كتف، خبطة فيه خبطة فيها، دحية فيه دحية فيها، جر يجر هو هك تنجر هي هك، تنتف هي هك ينتف هو هك. كانت محاذية الرجل في نفس المواجهة في نفس المقارعة، لأنها تحمل كيف قلت قبيل نفس الهم ونفس المسؤولية تتحملها، ما هي منزلة عنها، هذه فرض عين، ما هي فرض كفاية. مسؤولية المرأة فرض عين عليها، تواجه وتنجر وتجرد من لباسها وتبتط. إلى 2010 وهو حدث قديميزيك اللي كان الحدث البارز اللي مرقت فيه الصحراويين وعبرت فيه تعبيرها الحقيقي، ومرقت وقالت للعالم احنا مخلين الدشرة باللي فيها، ندوروا خيامنا ندوروا الخل ندوروا لا نعودوا صحراويين وحد، وعاشت نوع من الاستقلال الذاتي. لا فهم مغربي لا قاع ما يدوروا مغربي لا ما يدوروا قاع مغربي يدخل عليهم، وفعلا عاشوا في الصحراويين أكثر من 30,000 من الخلق تعايشوا فم وعاشوا ذيك الحياة واستأنسوا بها لين جاهم هاك الهجوم الغادر، وقبض اللي قبض وراهم أسرانا ذو اللي عانوا من مؤبدهم هم أبطاله وأبطال ذيك الأحداث كاملة. حتى قدم يزيك خلف ضحايا ضحيات ومعتقلات، ومشاو فيه معتقلات فوتو كنسر واغتصابات في النساء وبط وجر في هذيك الفترة اللي واكبت الهجوم، وكانوا فيها العلايات جزء من هذا من هذه المعاناة، وكانوا فيها اللي جزء من تحمل المسؤولية في مخيم قديم يزيك. جي 4 مايو 2013 مرقت فيها الناس كاملة ومرقوا فيها العلايات اللي حاملات الأعلام الوطنية، وكان تعبير تأكيدي عن الصحراويين كاملين حاملين أعلامهم الوطنية يعبروا عن شعورهم ومطالبتهم بالاستقلال. كانت فعلا اللي نعت فوبيا عند المغرب عن 5 ما يتفقوا في الشارع، من مناظرة 4 ماي 5 ما يتفقوا في الشارع، من يشوفوا 5 آلاف يقول كرم له عدل وقف، عاد عندهم أمر عنهم ما يمشوا، خوفا من مسيرة كيف ما سيرت 4 ماي ولا خوفا. وفم جاها غلق المنطقة تماما عن أي مراقب ولا أي صحفي ولا أي حد به يلحق الصورة الحقيقية اللي يعيشوها الصحراويين تحت الاحتلال. بعد 4 مايو 2013 توالت المظاهرات المطالبة بالاستقلال، وكانت أكثرية المظاهرات هي نسائية، وكانت أكثرية المظاهرات منظمتها النساء. علوا عنهم ما تعود مظاهرة شمه حاملة فيها العلم الوطني تعبيراً عن إرادته، وذاك اللي الدور ذيك المرأة ذاك العلم الوطني تبسط عليه وتندمغ عليه وتنجر عليه وتنكتل عليه فم وتحاصر عليه وتقال يا غير ترفضه مرة ثانية وثالثة ورابعة في نفس ذيك الجحافل. هذا الحصار اللي يخلق في الشوارع واللي تنزل فيه المرأة بكل قوتها مواجهته، راه ما يجد عليكم، راه ما تجيبوا الكاميرات ولا يجيبوش ما تجيبوش، ما هو العين المجردة منين تشوفوا يعودوا واقفين آلاف، 5 والله 6 من العلايات الحاملات الأعلام في الشارع، 5 والله 6 يوقفوا هما بآلافهم حصار يلين اضطروا يقفلوا شارع السمارة اللي هو الشارع الرئيسي في الدشرة، يقفلوا شارع السمارة من أقصاه إلى أقصاه، ياك ما يحضروا العلايات ما يجوا العلايات الوقفات. منين تنعلن على الوقفة ينقفل شارع السمارة وتوقف هذه لا سيركيلاسيون في الدشرة كاملة بهم، نعلن عن وقفة وعارفين عن العلايات رغم الحصار ورغم ذاك اللي يطرح ذاك أمام خرصاته قاضاتهم ما تشار الشارع حاملات ذاك العالم ومعدلات وقفتهم وراجعاتهم باللي ما انتصرت. هذه المقاومة اللي عادت فيها فعلا انتقلت من العمل السري إلى العمل العلني، خياطة راياتها سباغتهم حملهم تعبئة في الشوارع مباشرة الحضور الفعلي على اليوم قاعد المرأة الصحراوية ما نعطالها كضم قالها هاكي بيك نفرض نيلة
وما بعد ما يخصش شيء مطمحونها اي اي ناضله هو الشهاده هو مطمحنا. منين نقول عن اليوم احنا نتكلموا من المناطق المحتله وعلم الوطني على ظهري، والله رسالتي نوصلها للعالم عبر هذه الوسيله ما هو هديه من المغرب، بل هو انتزاع. نقلع نقلع بالبط، نقلع بالجر، ونقلع من المواجهه، ونقلع نقلع نقلع من الاعتقالات، ونقلع من الحصار. تصوروا انتم منين يقعد حد قايس مظاهره يقفلوا داره ويحاصروه ما تمرق. يوصل المغرب جنون المغرب الحق الى ذي الدرجه، يقفل على المناضلات ديارهم ويقول لهم ما تمرقوا، الى ذي الدرجه يحاصروا العلايات في ديارهم وتعدل لهم. وتا من بدايه النهار الى نهايته والله ثلاث ايام متتاليه ياك ما تمرق ذيك المره شور المظاهره. هذا غير ما رد المراه وله ردها وله لا يردها عن مواصله المسيره ومواصله العمل الميداني والعمل النضالي الى حين تحقيق النصر. 47 سنه قدوا فوتوا 47 سنه، رانا احنا تمومنات عن قدوا ما نحضروا في استقلاله يا غير مومنات مثله واحده بصمتنا في التاريخ ما يمكن يمشي ذا التاريخ وذا الاجتياح ما عدلنا فيه بصماتنا، ما عدلنا فيه عن نقاوم للاحتلال عن نقاوم للعدو. ما تصح، ما نطامحين عنا له كيف قالوا قال الشهيد محمد عبد العزيز ما كذبوا علينا الاوائل وقالوا عنها جوله والله فتره والله 7 سنوات والله 10 والله قالوا عنها ثوره طويله الامد ايه وامنا بهم امنين بها تفوت لا قدر الله كم من سنه يا غير احنا ما حدنا نحيي حيات وما حدنا نصر طول ما نتموا نقولوا لا للاحتلال المغربي ولهي نمرقوا باعلامنا الوطنيه ولهي نرفضوا ذا الاحتلال. تتويج امينه تحيدار بجائزه نوبل البديله هو دليل اولا اعتراف دولي كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادله واعتراف للمراه الصحراويه بنضالها، اعتراف للمراه الصحراويه بنضالها جابوا ذاك التتويج وجابتوا ذيك نوبل اللي معلقتها كل امراه نيشان على صدرها وتقول هذه من التحيدر هي انا وانتي وانتي مباركه اللي قاعده في المخيم وذيك اللي قاعده في زرها وذيك اللي قاعده في زرها. اي مرأة صحراوية تشعر بهذا الفخر لانها هو وسام عطاته دوله ولا عطاته منظمه دوليه المرأة الصحراوية تعني هاي المرأة الصحراوية تعني نحن تعني جميع الصحراويين. نخاف نعود طولت عليك حسن نخلي الفرصه لحد ثاني الموضوع يطول وشيق وشيق بوجود هذه الأخوات اللي فعلا النجاة قربتنا من صورة كانت ما كنا نحس بها نعرفينها كيف قالت هي وعالمين بها غير ما كنا نحس كيف سردتها هي وكيف قالتها ولأنها فعلا نضال منين تعود تعطي الجبهة الشعبية أكثر من أي شيء ثمرت هذه الدبلوماسيات هذه المرأة اللي قاعدة في السلك الدبلوماسي البلد وفعلاً عنها أعطتنا كيف حياة مباركة الشعور الدم والدموع حياة اللي نجح بلادات الأبد أنها فعلاً فترة صعبة. تحية لكم كاملين ما نطول عليك أخ حسن ومشكورين أمالي مرة ثانية. مشكورة الأخت مينا قطعا عنها مداخلة كانت حول دور المرأة الصحراوية في الأرض المحتلة عنوان المقاومة المدنية السلمية في الأرض المحتلة قطعا عنها المرأة هي العمود الفقري هاي المقاومة قطعا عنها المرأة هي الركيزة الأساسي وقطعا عنها المرأة الصحراوية هي الرقم الصعب في المعادلة وكان عنوان مداخلتك هو انتزاع المكاسب قطعا عن انتاج هاي سنوات من المقاومة داخل الأرض المحتلة اللي استطاعت المرأة الصحراوية لأنها تقلع العديد من المكاسب سواء فيما يتعلق بالنزول للشارع سواء فيما يتعلق بفرض حمل الأعلام الوطنية في الوقفات وغير ذا كامل ذا كامل جاب تضحيات كبيرة جاب بمعتقلات وأسيرات جاب تضحية بحرية جاب إصابات ملي كبيرة وإصابات شينة تصابت بها العديد من المناضلات الصحراويات وهون مالي معنا لا ننساه ونذكره دور الشابة الصحراوية خصوصا في المواقع الجامعية ومنين نذكر المواقع الجامعية وعطاء المرأة وعطاء الشابة الصحراوية ما قد يكون
نرفع تحية حقيقة خاصة للمناضل ورفيقتنا في النضال الأخت سلطانة خيا اللي فقدت عينها من داخل جامعة القاضي عياض مراكش. قطعا عنه شيء مؤلم، قال كان الشرف علينا واكبناها في ذاك الزمن، واكبت معانا النضال واكبت معانا العطاء. لا نمشوا لذا الجانب من المرأة الصحراوية والشباب، خصوصا مع الأخت النجاة. الأخت النجاة قطعا عنه في فترة من الفترات كان اقتحام أوروبا والدول الثانية من أجل فسح تمثيليات للجبهة الشعبية تحت الساقية الحمراء، وادي الذهب فيه نوع من الصعوبة. قطعا عنه كان ما هو بالهين، إلى أن انتاج صمود وقوة وحنكة هذه الدبلوماسية الصحراوية استطعتوا عندكم تعموا في تقريبا شتى بلدان العالم. سؤالي لك بالتحديد هو إلى أي مدى يمكن لهذه الدبلوماسية ولهذا الممثلين الاستفادة من الجالية الصحراوية في الخارج، وخصوصا ان نتكلموا على المرأة الصحراوية، الاستفادة من طاقات الشاب من أجل يعني تنوير رأي العام في كافة البلدان حول القضية الصحراوية بشكل خاص. شكرا مرة ثانية على إتاحة الفرصة، ونبغي قبال نبدأ من عند كلمة المعاناة اللي أذكرت، وتضحية الشابات الصحراويات على غرار الشباب والنساء والرجال الصحراويين، واللي كيف قالت مبارك مهما كبرت التضحية يعني ما تقد تلحق تضحية الشهداء الأبرار اللي نبراس ينير لنا الطريق، واللي نحن نعرفوا كاملين عن حد ما فات الحق ذيك القمة في ذيك القيمة، والله ذيك قمة التضحية واللي هي الشهادة، مازال دائما عنده مجال القدام يقدر يضحي به. إذا معاناة الصحراويين كبيرة، وهذه المعاناة هي ثمن للمستوى اللي وصلنا له اليوم. سولتني عن الجالية الصحراوية، وعن يعني كيفاش نشوفوها نحن في المكاتب في تمثيليات الجبهة الشعبية تحت الساقية الحمراء وادي الذهب. الجالية الصحراوية أولا هي جالية حديثة على العموم، والله في أغلبها هي جالية حديثة، جالية واعية، جالية ملتزمة، جالية نقد نقول عنها مناضلة، واللي تعتبر كيف المناضلين والمناضلات في كل مواقع النضال، في مخيمات العزة والكرامة، مناضلي الانتفاضة المباركة، مقاتلين جيش التحرير، وممثلين الجبهة الشعبية وسفرائها، هذو كاملين عليهم نفس الواجب. وكيف اللي قالت قبيل مينا، كاملين كلها تؤدي فرض، وهذا فرض عين ما هو فرض جماعة، على كل مناضل وكل مناضلة اسمه منين عاد واسمه في المكان اللي هو فيه، عليه واجب وطني. هذا الواجب الوطني صادر من قناعاته ومن التزامه وارتباطه بمبادئ معينة وبهدف معين في إطار مشروع وطني اتفقنا عليه كاملين في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. أعطينا من أجله الغليان، ضحينا، قدمنا ياسر، قدمنا أولادنا الغالين وبناتنا الغاليات في سبيل هذا المشروع. وهذا ما في فرق بين مناضلين اللي في الجاليات مناضلين اللي في أماكن أخرى. أنا نشوف الجالية الصحراوية هي خزان مهم جدا، هي يعني شو نقول لك، هي شي طول ذراع الجبهة الشعبية تحت ساقية الحمراء وادي الذهب. هي مجموعة من المناضلين والمناضلات اللي حتى هم حسب إمكانياتهم قدراتهم وأماكن تواجدهم يدافعوا عن هذا المشروع الوطني. شفنا في السنوات الأخيرة الحمد لله قدر من التأطير وتنظيم هذه الجالية في إطارها وفي مكانها الطبيعي اللي هو الجبهة. وفي هذه المناسبة شفنا كاملين عن المرأة الصحراوية من جديد في مكان ثاني في بلد ثاني ومن موقع ثاني
تثبت التزامها ومسؤوليتها النضالية وارتباطها بهذا المشروع، لأن شفنا النساء الصحراويات في جنيف، شفنا النساء الصحراويات في باريس، شفنا النساء الصحراويات هون في برلين، شفناهم في مدريد، شفناهم في كل مكان يقارعنا يعني العدو يناضلوا من أجل إطلاق سراح معتقلين أبطالنا في سجون دول في الاحتلال، يناضلوا من أجل تحقيق أهدافنا، من أجل فرض حقوقنا المشروعة. إذا المرأة الصحراوية في الجالية حتى هي ما تقاعست عن الرجل بصفة عامة، أنا نشوف الجالية الصحراوية رفاق ورفيقات مناضلين ومناضلات في الجبهة الشعبية تحرير الساحة الحمراء وادي الذهب، عليهم نفس الواجبات اللي على كل مناضل صحراوي. فيما يخص تمثيل الجبهة الشعبية تحرير الساحة الحمراء وادي الذهب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا العالم، نأكد الشيء اللي قلته أخي، وهو أن الحمد لله الآن نحن متواجدين تقريبا على هاي الساحة الدولية في كل بلد، سواء في أوروبا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا، أمريكا الشمالية إلى آخره، يعني تمثيلياتنا وسفاراتنا متواجدين في كل بلد، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على العلاقات الواسعة اللي تمتع بها الجبهة الشعبية تحرير الساحة الحمراء وادي الذهب، ولكن أيضا العلاقات الواسعة التي تمتع بها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن هناك عدد كبير من الدول تربطنا به علاقات دبلوماسية على مستوى دولتين، وهذا ما اللي يدل على شيء، ما يدل على أنها الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها. الدولة الصحراوية صبحت حقيقة، حقيقة نحن 47 سنة عانينا، قدمنا ياسم تضحيات، قدمنا التضحيات لشسام، قدمنا قوافل الشهداء، نساءنا ضحاوا وعناوا وعاشوا البرد والتكرفيس والظروف الصعبة والتلوجي والمشي على الكرعين والسهر الليالي، نساءنا ونكل بهم في المناطق المحتلة وعناوا ومسالوا تضحياتنا جسام اللي قدمنا يا غير ما مشات سودان. نحن دريك عقب 47 سنة، 47 سنة ما هيش في عمر الشعوب، 47 سنة فترة قصيرة جدا. شوفوا أن حرقنا فيها التاريخ وقطعنا خطوات هامة، لأن الآن قد نقولوا عنها جمهورية، نحن مواطنين في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إن دولتنا بمؤسساتها قائمة معترف بها عدد كبير من الدول في العالم، إن العضوية في منظمات دولية وقارية، الجبهة الشعبية تحرير الساحة الحمراء وادي الذهب لها علاقات واسعة جدا ولها تمثيل في العالم كامل كيف قلت، حققنا معارك قانونية هامة تثبت سيادتنا على وطننا وتنفي عنه ما خالق حد ثاني عنده حق السيادة على هذه الأرض وعلى هذه الثروات، كوننا جيل واعي قادر متعلم، وأهم شيء مرتبط بمبادئه، مرتبط يدافع مستعد للدفاع عن أهدافه. إذن هذه كاملة تحديات اللي مهمة جدا، واللي ما حقت بذيك الحال وإنما بذيك المعاناة اللي ذكروا الأخوات اللي سابق، ذيك المعاناة حققنا بها مهم عندنا. إذن ما مشات سودان، ما مشات هباء منثورة، وإنما نحن أعطينا إياك نحقق وحققنا ياسر. مشكور الأخت قطعا عنه الأخت نجاة اللي قلتي فيما يتعلق بالجالية. نكمل فكرة واحدة، فضلي ما نبغي نوقف ما كملتها. من المكاسب والتحديات المهمة اللي حققنا هو انتفاضة الاستقلال المباركة المستمرة، وإذا كانت تولمينا منها الصحراويين والصحراويات، سيان اللي قاس الشارع وسيان اللي ما قاسوا، الصحراويين قانعين اليوم عن مين تماو الدولة ينقالها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وعن تمثلهم حركة تحرير قادرة منظمة برهنت على
قدرتها في الميدان العسكري السياسي والدبلوماسي واللي هي الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي دير. شكرا. أكيد قطعا مشكورة الأخت نجاة، والأكيد أعلنوا في الحديث عن المرأة الصحراوية بالخارج وخصوصا عموما باطل الجالية الصحراوية، الأكيد أعلنها امتداد المقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي قطعا عنها ذراع طويلة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، قطعا عنها ركيزة أساسية في المقاومة المدنية السلمية. لكن نرجع لك الأخت نجاة في نفس الوقت، زين عندنا تعطينا في أقل من دقيقة رسالة لجماهير شعبنا الأرض محتلة والمعتقلين سياسيين صحراويين. شكرا مرة ثانية. رسالتي للمعتقلين السياسيين الصحراويين اللي نتمنى من الله العلي القدير يعني الإفراج عنهم طلق سراحهم، وإن شاء الله نفرحوا بهم كيف فرحنا اليوم محفوظة. رسالتي لهم هو عنا نحن ما ناسينهم، هم ضحاوا من أجلنا وإحنا مستعدين للوفاء بالعهد. إذا بيننا عهد لن نقطعه، بيننا عهد سنواصل لهذا الله ولاهي ينتظر الصراح بإذن الله. ما نهنا بخلهم شيء، نحن كاملين المناضين الصحراويين وما حد هم ما فاتوا انطلسوا، ورانا كاملين محابيس. هذا هو اللي نقول للمعتقلين السياسيين الصحراويين. الانتفاضة يعني انتفاضة مباركة إلى الأمام، حقنا ما فتنا قبضناه، هي وسيلة ناجعة من وسائل وطرق النضال اللي طبعا في هذه الفترة خاصة الآن ما حدنا كاملين مزن مقرين بن القناة البنادق تسكت. إذا البندقية اللي نطلق يوميا في وجه العدو هي انتفاضتنا إلى الأمام بالتوفيق والنصر إن شاء الله. مشكورة الأخت نجاة على هاي الرسالة، قطعا عنه فم ملي رسالة من داخل الأرض المحتلة. الأخت مينا، الأخت نجاة قالت عنه هنا خالق عهد وخالق وفاء وخالق عهد الشهداء، هاي القضية الصحراوية الأرض المحتلة رسالة زين عندها تمرق منها الشعور جماعي شعبنا مقيمات العز والكرامة والجاليات. صوت ما هو خالق وقت مينة. نقول أنه لا سلام ولا سلام لا سلام ولا استقرار قبل عودة اللاجئين إلى أرضهم مستقلة. سلام ما يقدوا حقه 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000 إلى سنة وثيقة. سلام تحق الجبهة الشعبية لكل الصحراويين. هذه رسالتي لكل الصحراويين، أنه لا سلام ولا استقرار قبل الاستقلال التام للصحراويين كاملين. رسالتي للأسرى المدنيين نقول لهم عنها أبدا عنها لا تخلى السجون المغربية من الأسرى. إذا نفرج عن هاي المجموعة اليوم غدا لهن عودوا مجموعة ثانية ولهن عودوا عليات ورجالة. ما خاسر علينا الشيء ولا خاسر على أسرانا لأنهم من أجل قضية، وإحناتي وإحنا كاملين مستعدين لهذه الضريبة مستعدين لهذه التضحية. بالتالي إلى نفرج عن هذا الأسرى اليوم غدا ليتم محد الاحتلال قابع في هذه التراب. إحنا مشاريع اعتقال مشاريع شهادة ومستمرين في عهدنا ومستمرين في استماتنا إلى نيل استقلالنا وحريتنا على كامل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ونشكر ونهني كل الصحراويين بماي المجيد اللي هو شهر الانتصارات وشهر المكاسب. ونشكر رابطة حماية السجناء اللي ساحت لي الفرصة من بين هذو الأخوات اللي فعلا حركوا ياسر من الشعور وحركوا ياسر من الأحاسيس الوطنية. مشكورة النجاة ومشكورة مباركة، مشكورين رابطة حماية السجناء لهذه الفرصة الذهبية اللي ساحت لنا. شكرا. وفي ختامها نقول ختامها مسك قطعا عنه بعشرة ماي وبمباركة إبراهيم بمخروطة رسالة جماهير شعبنا في الأرض المحتلة ورسالة خصوصا للشباب هذا الجيل اللي حامل المشعل في هذه القضية بإذن الله. شكرا مرة ثانية وتحياتنا للجميع شعبنا. وحقيقة الوصية يقول الناس عن قاعد وصاك على أمك حقرك، حقيقة للوطن ما يوصى عليه يقارب من اللي
من ترك التكرار فلا بد من ينسى. احنا ما نقدو ننساو، ما نقدو ننساو ولا نقدو يعني نتعماو ولا نتمزراو عن ذاك اللي على واتقنا اللي آمنا به ومشينا فيه، اللي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، ومن خلالها يالت يعني جميع المناضلين نين ما تواجدوا، لأنه هذه كامل روافض من روافض الجبهة. إلى قسنا يعني الجالية هاي روافض من روافض التنظيم السياسي، ولا قسنا المدن المحتلة والمنظمة الجماهيرية هذه روافض من، ولا قسنا اللاجئين الصحراويين هذه يعني روافض من روافض الجبهة. وهذا المجال اللي يعني نقيسوه كاملين ونشتغلوا فيه كاملين كلنا من موقعه. إذن الشباب على كل حال يالت يعود كيف واقع له، غير نتمنى له عن كل حد من موقعه، يعني كانت يعني شابة أو شاب كبير في العمر والله صغير، يعني يشير عن هذا الواجب، ما يقدر يعود كل الناس كاملة كلها من موقعه معدل ذاك اللي يالت يعدل ويظهر يعني حق بصماته في هذا الواجب الوطني، ياك نقدو نعودو حقيقة ذاك اللي احنا نطمحو له واعطينا فيه الغالي والنفيس، واعطينا فيه حد مات لا يرجع مع الاثر، ولو حد لا يرفد راسه يقول له اسمح لي اناني دنيت والله ما جيت قاعد نعدل ولو توخرت، اها ذا مشى لا رجعة فيه. اذا بالنسبة لنا اللي طالبين يعني عن كل رقاش من موقعه فواجبه النضالي يعطي القاد يعطي من العطاء لاستكمال يعني الباقي من الأراضي الصحراوية واستكمال سيادته فوق وطنها وتمتعها بخيراتها. وفي النهاية ما قد يكون كيف ناديت قبيل لين تم النادي عنه، يارت يعني جميع الصحراويين أينما تواجدوا يعني يناضلوا ويكافحوا ويواجهوا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإطلاق صراح يعني معتقلين السياسيين، ولاهم لا هو يوفى ولا هو لا يوفى كيف قالت يعني مونة حقيقة، لأنه ما لا يوفى مع استقلال الصحراء ورجوع شعبنا إلى دياره وبناء دولته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها، وفهم يعني تنتهى المعاناة والمحن وذي كامل اللي كامل عانى من المجتمع قد يوفى لامنين نحصل على هذا اللي احنا عطينا من أجله ما في الكفاية ومزال نعطو. والأهم من ذا كان عن الإرادة العزيمة ما تقد يعني تتراجع قد مثقال ذرتين، ما هو تحقيق الأهداف يعني اللي احنا عطينا من أجله كل شيء. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى شكر خاص للرابطة يعني المعتقلين ونجاح يعني في مهامهم، وحني حقتني فرصة ذهبية لإتاحة هذه الفرصة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح. مرحبا. مذكورة الأخت والمناضلة وإطار في التنظيم السياسي مبارك إبراهيم بومخروطة، قطعنا عنه الرسالة كانت واضحة، هو مزيد من العطاء، مزيد من الصمود، مزيد من التحدي، ومزيد أيضا من التصعيد تجاه الاحتلال المغربي من أجل فضح هذه الانتهاكات، من أجل يعني فرض حتى على المنتظم الدولي التحرك من أجل هذه القضية اللي حاولوا يفرضوها على أنها قضية منسية، لأن شعبها أبى أن تكون منسية، إلا أن شهدائها أبوا أن تكون منسية، لأن شهدائها اختاروا طريق وهي نهاية المسار حياتهم، ولكنها أرقى النهايات، أرقى النهايات أقول، لأنها كانت هي ترك البداية للآخرين. وخير دليل هذا التناقح بين الأجيال اللي حاضر معانا الليلة دليل على أن الجبهة الشعبية فكر، الجبهة الشعبية نفس الجبهة الشعبية تجري في دم كل الصحراويين. لأكيد أيضا في رسالة الأخت مبارك وباقي الأخوات عنه شعار المرحلة هو التصعيد والمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى المدنيين بسجون الاحتلال المغربي. في ختام هذه الحلقة المفروض أعلننا نختتم الحلقة بنشيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، إلا أنه بما أنه الحديث كان الليلة الصلب كامل عن المرأة الصحراوية بمجمل تجلياته وأيضا عن الصمود والتحدي، كلمات عجل اللي تبقى راسخة في تاريخ المقاومة الصحراوية، هذه الكلمات هي اللي نقدر نختم بها هذا اللقاء بإذن الله. والأكيد أعلنه هذا الشهيد
أعطى الكثير وكان له الفضل يعني في تطوير هذه المقاومة سواء والصمود في مخيمات العزة والكرامة والمجد والخلود كافة الشهداء. والشهداء يا ما اكبر الصحراء ناصرنا امانتهم التاريخ المعاصر الشعب الصحراوي يعود متوحد كامل متوحد كامل بحلبه متوحد في المقاومه من اجل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني وحد ويقاوم من أجل جبهة الشمل الصحراوي لواء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على التراب الوطني. النضال والكفاح من أجل بسط سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها كانت الكلمة الأخيرة والجملة الأخيرة عنوانها النضال تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. ما خال الكلام أخير من ذا الكلام نوفى به لقاءنا كانت أمسية نسمع